الحمد لله منذ البداية كنا نقول لكم أنا وزميل أستاذ زيوي بأن هذا الليل الطويل سيأتي فيه لحظة محددة وسيظهر فيه الفجر وسيبزغ الصبح. اليوم آمنا بالقضاء وآمنا بأن حقنا سنأخذ على يد القضاء، واليوم القضاء المغربي يثبت مرة أخرى أنه ملجأ المظلومين، أنه ملجأ المحتاجين، أنه ملجأ الضعفاء. اليوم القضاء ينصف 60,000 شخص، لا ينصف شخص، ينصف 60,000 شخص. قلنا من البداية، قلنا أن هذه ليست قضية شخص وإنما هي قضية 60,000 شخص. اليوم القضاء المغربي في وقفة ستبقى مشهودة له في التاريخ، أنصف الحق وأنصف المظلومين، وقضى اليوم بوضع حد لمأساة 60,000 مواطن مغربي كانوا وضعوا كل آمالهم ووضعوا كل ثقتهم في القضاء ولم يلتجئوا لأي جهة من غير الله إلا القضاء. اليوم القضاء يقول لكم بأن أموالكم ستكون بين يديكم في أيام معدودات. اليوم القضاء يرفع العقل على الحسابات البنكية الخاصة بالشركة وبشخص زكريا فتحاني لكي يتمكن الجميع من أخذ مبالغه بالشكل الذي يريد، ولكي يتمكن الجميع من مواصلة هذا المشروع، هذا المشروع الذي هو مشروع 60,000 شخص، لكي نستمر معا في هذه التجربة، هذه التجربة الفريدة لمواطن مغربي فريد ارتاح أن يمارس في المغرب، لا أن يحمل حقائبه كما حمل البعض إلى خارج أرض الوطن. مواطن لا يتوفر حتى على جواز سفر. اليوم يؤكد القضاء المغربي ثقته في هذا الشخص ويقول ببراءته من البيع الهرمي، ببراءته من النصب، برفع العقل على أموالكم لكي تكون بين أيديكم في الشركة التي تقسم فيها. نحن اليوم في بداية مرحلة ثانية، اليوم الحمد لله ننصف جميعا وينصف المجهود الذي بذلناه جميعا. لا نحن كدفاع، لا أنا ولا زميل أستاذ زيوي، كنا نستمد قوتنا منكم أنتم، كنا نستمد ثقتنا منكم أنتم، كنا ندافع بالقوة التي أعطيتموها لنا أنتم. لذلك اليوم نؤكد مرة أخرى أن المحامي هو صوت المظلومين، هو صوت المقهورين، هو المدافع عن الحقوق. اليوم نجاحنا نجاح الجميع وثقتنا في القضاء لم تخيب. هذه مناسبة وهذه لحظة ستبقى مشهودة لنا في التاريخ. دام الوطن ودام حامي حما هذا الوطن صاحب جلالة محمد السادس، ودام القضاء المغربي حامي لحقوق هذا الوطن. والشكر لكل من دافع ولكل من تاق وفي في 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 الدفاع، ولكل من تشبث واستمر في علاقته بدفاعه ووضع ثقته في دفاعه. أعطي الكلمة لزميل أستاذ زيوي لكي يدير بما يستحق. أولاً هذا نهار كبير انتظرناه هذه أكثر من سنتين، كنا دائماً مقتنعين بأن القضاء سينصفنا وبأن ما ضاع حق وراءه طالب، وهذه القضية وهذا الحق ماشي وراءها طالب وإنما وراءها 60,000 موزع اللي آمنوا بالمشروع ديال زكريا فتحاني، هذا الشاب اللي فتح الأمال الآلاف ديال الأسر المغربية. احنا اليوم باحتفالنا بهذا النصر اللي انتصرنا كنقول لكم بأننا خرجنا من الجهاد الأصغر وغندخلوا الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر وهو استمرار الثقة ديالكم في الشركة، وهو استمرار الثقة ديالكم في زكريا فتحاني، وهو استمرار الثقة ديالكم في هذا المشروع المغربي الأصيل. إذا احنا اليوم كنعاهدوكم باش أننا نديروا معاكم يد في يد، لا نتوما من جهة ولا زكريا فتحاني ولا حنا كذلك، باش هذا المشروع يوقف على رجليه وباش يستمر إن شاء الله، سواء أراد الحاقدون أم كرهوا، حنا اليوم ننتصر للحق وللعدل وكلنا أمان أن هذا المشروع إن شاء الله غيزيد قدام ويحقق لكم الرفاهية. وهو في الواقع انهزام للناس اللي ما كانوش كيأمنوا بالمشروع واللي كانوا كيحاربوه من جميع النواحي، من المافيات ومن
حاقدين وحتى من داخل الشبكة المغرر بهم. اليوم كنقول لكم بأن الحمد لله انتصرنا وبأننا نبدأ واحد المعركة جديدة إن شاء الله، باش كما كيقول زكريا فتحاني دائما جميعا نحو القمة. وشكرا للجميع.